الحكيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. نرفع أسماء الدهائم والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان وإلى السادة العلماء وإليكم أيها الحفل الكريم بمناسبة ميلاد حسن المجتبى صدر رسول محمد صلى الله عليه وآله. في عجالة ودقائق بسيطة لأغنياء الجماعة نسلط الضوء على نقاط ورؤوس أقلام في صدق الإمام الحسن سلام الله عليه من خلال الإجابة على أسئلة ثلاثة. الأول، لماذا صار الإمام الحسن؟ الثاني، هل كان الصلح خيار مناسب وهل هو قرار شرعي؟ الثالث وهو الأهم، في زمن ما وفي مكان ما من يختار وأيهما يختار؟ صلح الإمام الحسن أم حرب الإمام الحسين؟ في جواب السؤال الأول، لماذا صالح الإمام الحسن؟ ببساطة لأنه لم يستطع أن يحارب، وإلا خيار الإمام كان الحرب. الإمام كان ناوي يحارب معاوية، لظروف ما وقتها قرر الإمام أنه ما ينفع أنه يحارب معاوية، وشاف أن الصلح أحسن. أبرز معاوية فترتها كان آل جيش بترهيب وبترغيب مشحون ضد أهل البيت عليهم السلام، في حين أن الإمام الحسن سلام الله عليه استلم زمام أمة مفككة عصفت بها الفتن والأحناف. شغلة ثانية، وقتها كان في خطر خارجي محدق يتربص للأمة الإسلامية، فالإمام تجنب الحرب عشان لا يعطي فرصة لهذا الخطر الخارجي من ينهش في جسد الأمة. ثالثا، وهي نقطة مهمة، قلة الأنصار المؤمنين بخط ونهج الإمام الحسن والمستعدين للبذل والتضحية في سبيل الإمام ونهجه، والاختلال موازين القوى هزتها كان لا بد من الصلح مجبرا عليه. في جواب السؤال الثاني، هل كان خيار مناسب الصلح وهل كان خيار أو قرار شرعي؟ الجواب على السؤالين يقينا نعم. احنا عندنا اعتقاد ان الامام الحسن سلام الله عليه امام معصوم مفترض طاعته، وبالتالي يملك شرعيه انه ياخذ قرار هو يراه انه في مصلحه الامه، ويقينا ولانه معصوم قرار هذا صادق، هذا عقيدنا عقلا ومنطقا وبناء على الاسباب اللي ذكرناها قرار الامام كان صادق. النقطه الثالثه وهي المهمه، من يختار او من يقرر انه هذا الزمان او هذا المكان المفروض نواجه ونحارب كما حارب الامام الحسين، او لا نصالح كما صالح الامام الحسن سلام الله عليه؟ هل احنا كافراد كل واحد تشخيصه انا اشخص انه ذا الوقت بحسب رؤيتي ونبذه وتشخيص الامور انه هذا وقت الصلح كما صالح الامام الحسن مع الطاغيه مع اي مكان الظالم معي، أو أنه لا هذا وقت حرب وقت مواجهة كما واجه الإمام الحسين عليه السلام؟ هل عليك فرق أم لا؟ المنطق والعقل يقول أنه هذا قرار يأخذه شخص أو جهة من أهل الاختصاص قادر على تشخيص الأمور، قادر على قراءة التاريخ، على استنباط الأحكام، على فهم الدين والظروف بحيث تاخذ قرار عن وعي وعن درايه، لان قرار بهذا الحجم قرار يرتبط به مصير امه، قرار قد تحكم او تسبق به امام، فهذا القرار لازم يكون يتحمل مسؤوليه هذا الشخص، لازم يكون هذا الشخص قادر على ان ياخذ هذا القرار. الفرق بين هذا الشخص وهذه الجهه بين الإمامين الحسن والحسين سلام
سلام الله عليهما الفرق الرئيسي العصمة. هذا الإمامين معصومين، القرار اللي بيأخذونه أو تشكيلهم يكون 100% صحيح، بينما مال الشخص أو هذه الجهة بتشكل، فقد تصيب وقد تخطئ، ولكن أصابت أو أخطأت. الفكرة إن خيار الصلح دائما خيار حامل، وقد يكون وعلى خلاف التام مع قرار الحرب متكاملين بحيث يوصلون الى هدف اسمى، فمو يتعارضون زمن معين، مكان معين، فتره معينه الصلح لها انسب، زمان معين، مكان معين، فتره معينه الحرب لها انسب. فكما بقي الاسلام وحفظ الاسلام بصلح الامام الحسن عليه السلام، حفظ وبقي الاسلام بحرب الامام الحسين عليه السلام، وكما بقي وحفظت رفعه الاسلام والمسلمين بصلح الامام الحسن عليه السلام، حفظت وبقيت رفعه وعزه المسلمين بحرب الامام الحسين عليه السلام. لذلك لا يشتبه احد نفس اللي دخل على الامام الحسن سلام الله عليه يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، عاشق مولاي قبل رسول الله، السلام عليك يا معز المؤمنين، السلام عليك يا ولي المؤمنين، السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا ابا محمد يا مولاي، السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث ايام.